وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث وجهت الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد الشكر للنادي الأهلي على الجولة الترفيهية السياحية التي نظمتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة في منطقة الأهرامات اليوم الجمعة. وأكد لاعبو الفرق المختلفة على أن تنظيم الأهلي مثالي للغاية ويضاهي البطولات العالمية، وذلك ليس جديدا على النادي الأهلي صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة في كل أنحاء أفريقيا. وأثنى الجميع على قيام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتوفير مرافقين لشرح المعالم الأثرية في منطقة الأهرامات بعدة لغات، إلى جانب توفير قوة أمنية لمرافقة تحركات الجميع، مما جعل الجولة تخرج بصورة مشرفة للغاية. تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة اليوم الجمعة حفلاً لتبادل الدروع التذكارية بين وفود الفرق المشاركة في البطولة. ويقام الحفل في السابعة من مساء اليوم بأحد الفنادق، ويحضره ممثلو الفرق المشاركة في البطولة الأفريقية إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد.